مشاهدي صوت الساحل التونسي، مرحبا بكم. اليوم فريقنا كان متواجد في سوق جنين بحمام سوسة، وين نقل لكم مختلف الأسعار الموجودة اليوم فيها السوق. اليوم زاد سمعنا لتشكيات المواطنين حول الأسعار، أيضا فما شكوى خاصة من التجار رئيسة البلدية وللبلدية والعمل البلدي، تشكيات أيضا لمصالح الرقابة، مصالح وزارة التجارة، المصالح الرقابة أيضا الصحية، تشكيات مختلفة ومتنوعة، عديد وعديد الرسائل اللي بعثوا بها التجار. تحبوا تبعوا التفاصيل، شاهدوا الروبورتاج التالي. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. قداش اليوم صيام الدجاج في حمام سوسة؟ صيام الدجاج اليوم دجاج 5.5، دجاج جاهز للطبخ. الكويس 8500، الجوان احكي له نص 5000. العظم قداش عندك؟ العظم الخشينة 650، الجويدة بلاتو ب 3000. فما إقبال، يقولوا الدجاج ديما المواطن التونسي تقريبا ما يتقطعش من قفته. شوي شوي. مشكلة عادي. علاش؟ التوانسة ماش عنده فلوس. ربي يجيب لك القسم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. قداش عندك اسوام اللحم اليوم في حمام سوسة؟ 28 دينار على الوش. نخدم كان على الوش. فما إقبال ولا لا؟ شوية شوية. آخر شهر توا ديما مقاينة شوية. يقولوا آخر شهر ديما تلقى التونسي حي عنده، معناها فما شهريه فما فلوس داخله. مازالوا ما خلصوش يظهر لي هيك. علاش علاش العلوش ب 28 دينار؟ علاش غالي؟ تقريبا معناها المواطن اللي عنده عائله زوز كيلو زوز كيلو نص، معناها غاليين على اي مواطن عادي. غاليين على الناس الكل، خاطر الفلاح العلفه غالي عليه. فهمتني؟ معناها ما عادش نحلموا بالعلوش ب 10 وب 15. صعيب شوي. ربي يجيب لك القسم. عايشك عايشك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسوام اللحم في حمام سوسة اليوم؟ أسوام اللحم في حمام سوسة عنا العلوش ب 27 دينار، وعنا البقري ب 27 زاد الهبرة. كتلات نبيعوا فيها ب 25، والعلوش لا محمد المخلط ب 12 دينار. تقعد لنا الدوارة والراس؟ كل مرة وكيفاش. دوارة الراس نبيعوا فيها ب 10000 بشوشت، ومش بشوشت ب 8000، ونبيعوا في الدوارة بلاش كبدة وبلاش قلب 5000، وبكبدتها أسوى متي والدوارة 20 إلى 30. توا فما إقبال على اللحم ولا ليه؟ توا حاليا لا، توا الوقت هذايا من العيد، من العيد لتوا رخت الخدمة برشا. قولوا اللي يخدم اللحم الجزار يخدم كان بالمواسم هكا هو؟ تنجم تقول هكاك. علاش اللحم غالي؟ وعلاش الاسواق ماهيش باش تهبط تقريبا معناها؟ خاطر احنا كتونس البلاد هذه ما عندناش برشا علوش، راهو نجيبوا فيه من الجزائر، والجزائر توا مسكر حدود توا مسكر. بالطبيعة العلوش اللي يقعد في وسط البلاد شو يقعد غالي. تقريبا الكيلوغرام تاع 30 دينار مش في مقدور المواطن، حتى العادي، حتى الموظف، حتى صاحب الشهرية. اللحم غالي برشا بصراحة، غلا المواطن ما عادش ينجم. شبيك الحم 27 حتى 30 راهو يبيعوا فيه، نقولوا احنا من 25 العلوش يبيعوا فيه من 25 ل 30 دينار. ياسر بصراحه كيلو الحم شنو فيه؟ خمسه لحمات سته لحمات كيلو الحم. من
بالنسبه للعائله تقريبا كيلو ما يعملوا شيء. ما يعملوا شيء كيلو الحم ما يعملوا شيء. يبدا عنده عائله ويبدا عنده صغار ويبدا بصراحه حليل المواطن التونسي. والله حليل المواطن التونسي وربي يهدينا لبعضنا. شكرا ربي يجيب لك القسم. عايشك ربي يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ثوم بقديش؟ عدنا بربع آلاف وعدنا بسبع آلاف. معناه اللي بعروش هو بربع آلاف. قلنا غير عروش سبع آلاف. عوالي يا ثوم وقت الثوم تو. الثوم بتباع. شنو هي المنافع متاع الثوم؟ كله منافع. هو اسمه بنت ميسة كله منافع. أما إقبال تقريبا فماش حدا دار تونسي وفماش حدا مرا ما تعولش من الثوم. أكيد أكيد أكيد. كيفاش ترى الحركية في حمام سوسة نتاع البيع والشراء؟ كيفاش ترى؟ والله لاباس هكاك هكا سافا باهي. وعلاش ب 7000 سامحني كيلو؟ تراه انه في المتناول غالي. ناخذ فيه غالي عاد نحن مالناش فلاحة بسيط ناخذ فيه غالي. هذا ناخذ فيه مثلا 5000 5500 هذه الرصاص هذه. بالطبيعة نجيب فيهم القصري مزوت وانتو نجم تاع كياس من هذاك. ونرجع عندي ناخذ نجيب في 100 كيلو 200 كيلو هذاك نقعد فيهم نهارين هكا ثلاثة نلاقي كل 100 كل 150 فيها البركة والله يا نعيما. ربي يجيب لك القسم. يرحم والديك عاش اختي عاش عاش. السلام عليكم. وعليك السلام بنتي سم. بعد دورة في مرشي حمام سوسة شنو هي القضية اللي قضيتها وقيتها في المتناول؟ القضية هنا مرفقة شوية باهية. قضيت طرف نعناع قضيت طرف بريك فهمتني ولا وتفتفت شويه منه ومنه. بصفه عامه الاسوام كيفاش تراه؟ الوقت الحاضر مناسبه. كانت قبل صعيبه شويه ياسر بعيده وتوا ارخص شويه ماهيش حاجه كبيره مناسبه. شكرا عايش. كلاو فيك. السلام عليكم. السلام على السلام. مرحبا بكم في حمام سوسه وتفضلوا في كل وقت. تحبوا سؤالات تحبوا حاجات نقولوا لكم ونعاونوكم. صفة عامة وأنت خضار في حمام سوسة كيفاش ترى الأسوام؟ فما استقرار في الأسوام مؤخرا؟ بالنسبة لمرشي حمام سوسة هو أنه مرشي غالي. علاش غالي؟ نعطيك تفصيل. لأنه سوق قشارة ما عندناش فلاحة. يجيبوا سلع من برا مثلا سفناري وهالبصل وكل من سيدي بوزيد يجيبوا مثلا من كامل الجمهورية الفلفل والطماطم مثلا من بلبة وبقاطة وشيرات هكايا. احنا ما عندناش فلاحة في حمام سوسة. كان شوية بطاطا فهمت. هذا السلق والمعدنوس يجي من شيرة المهدية ولا يجي من الفحص ولا يجي من راس الجبل بنزر فهمتني توا. لا علاش هو غالي؟ تريف من الشيء هذا من الترانسبور والحكايات أظن خاطر منطقة سياحية والدنيا كل تبنات. كانت قبل حمام سوسة منطقة فلاحية تو ما عادش عندهم تريف في الفقاعية هم تريفات فهمتني. تقريبا فما استقرار في الاسعار معناها الاسوام في المتناول نتاع الخضره. الخضر هي المرض اللي جانا هكايا. العباد ماهيش تخدم. قاوجيه مرتاح كواشه مرتاح الناس كل ماهيش تخدم مش قاعده تدخل في الفلوس منين مش يعيش يراوها المعيشه غاليه فهمتني توا. لكن هم ما عندهمش مدخول. كيفاش مش يعيش صغار وصغير يقوم في الصباح يقول لك اعطيني الحليب اعطيني الخبز اعطيني كذا مش يدخل يقرا زاد لازم مصروف منين مش يجيب المواطن فهمتني توا. المواطن مهما كانت تكاليف المرض اللي جانا هذا خلاه باش يضعف مره واحده ما عادش قادر على القفه باش يهزل مرته واولاده. تتنكزوا احنا مثال كلام نقول لك يا قد ما تعمل ساعه لساعه خضره نلوحوا فيها ما نلقاوش الشاري فهمتني. أما تبقينا حمام سوسة كما حكيت لك أنا الموضوع وأن الخضرة الكل جينا من برا ما عندناش في حمام سوسة. كانت قبل ما تسمي حمام سوسة وصل مثلا احنا حمام سوسة كعبة القراع الرجال ما ينجموش يهزوه تو القراع يجينا من آخر الدنيا. كان القراع مثال كلام ب 200 فرنك و 300 فرنك وصل ب 2000 فرنك كيلو القراع فهمتني. والأسوام تنجم نقول تتبع واحد سوق نتاعنا كيما حكيت لك نتاع قشاره مش تاع حد. كاين الشيء اللي خلاه باش هو غالي. شكرا عايشك بارك الله. عايشك ويرحم والديكم وربي يعينكم. شكرا عايشك. السلام عليكم. السلام. شنو قضيت اليوم المرشي؟ والله قضيت شويه في جل وراطع وقرع طيب وفاهم وكسكسي. صفة عامة شنو رايك في الأسوام؟ الأسوام الكيلو الفجل ب 1800 توزنها الحزمة فيها أربع كعبات. ها؟ تاع
تطلع لك 13 14 هو الكيلو ب 1800 ايه شنو هو القراع برج قراع ب 2500 اش معناتها زوالي حتى فاهم كسكسي ما عادش مشي طيل حتى بالخضره معناها قراع وبطاطا شيء غريب والله لوراتها ب 14 وب 15 فما الحيل كيماني عيلتي صغيره ناخذ حتى 3 كعبات فما الزوالي ما يطيلهاش كيفها كيف القاروس هاوين السردين هاوني ب 2000 جويده برشا قداش هاول مش نعم شكرا عايشك عايشك يرحم والديكم ما صبت تكلموا تريف على الرخص تريف توا اني نطيل وغيري اللي عنده 4 صغار و5 وكاري وكل شيء وهاك تراف الشهري شهري نخدم وحدك فياني نخدم توا 29 سنه مع بلاستيك نخدم جمعه ونرتاح جمعه ما يسالش اما غيري لا قاعد في الدار وكاري والشهر دخل خرج 400,000 لا غلط مش نعم السلام عليكم وعليكم السلام تحياتكم انت اقدم حوات في المرش اليوم هنا نتاع حمام سوسه ما تكش اقدم حوات في مرش حمام سوسه هو انا تعرفنا بروحك قل لي على الشاب اللي تسالني انا الحاضر باش بنعرف السويم نتاع الحوت هل تو انت عملت كارير تقريبا وصلت في الغلاء هذا نتاع السويم غليت بصفه مهوله معناه ولا شنو اللي تحب انت اسال على السويم على السويم سويم نورمال عاديه حاجه معناها السوام تطلع وتهبط السوام تطلع وتهبط فهمت على معناها تكسر السلعه تهبط السوام قل السلعه تطلع السوام صفه عامه شبيل المواطن ديما يتشكى ويقول السويم غاليه وما ينجمش وشهريته معاش الزازي اي اقول لك هم تقول لك هذه بعتها ب 12 دينار هذه بعتها ب 12 دينار اليوم هاني ب 6000 فرنك هاوني شويدة ذي عاد قداش بشطر نقصد شويدة كل حاجة وسومها فما وراتها معناها حتى ب 30,000 فما وراتها بحرية ب 30 دينار توصل حتى 30 دينار بحرية والوراتة هذه شويدة توصل معناها آخر دور هي معناها 6000 آخر سوم هذه سر كيف ذا هذا سر هذه وراتها هذا جيد كلها 6000 فهمت؟ القانون نتاعهم يتباعوا هذوما ب 8 دينارات ولكن احنا ما عندنا الثلج وكذا دورنا باش نبيعوا باش نقصوا باش ما عندنا الثلج نبيعوا نقول لك رخصوا بيا من كلمة تقال تقول لك رخصوا بيا احنا رخصنا ونبيعوا قاعدين نبيعوا وهذيك هي الحكاية فهمت؟ بيجيب لك القسم فهمت هذه حاجة عادية عندنا بالنسبة لينا احنا شكرا عايش بارك الله فيك ربي يعاونكم ربي يعاونكم وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق من الله باش يوفقكم الله وتبرزوا انتوما كما ابرزنا احنا كما برزنا احنا ما في عمالنا مش في حاجه تخلي في الاعمال نتاعنا كما برزنا احنا ان شاء الله تبرزوا انتوما نتمنى لكم التوفيق من الله ربي يوفقكم وانتوما عاونوا رواحكم قيموا رواحكم ما تصبحوش راقدين صوروا معناها وتحركوا فهمت حتى ولا تكون ما عندي ما نعمل لا صور وتحرك باش تقيموا رواحكم انتوما وتقيموا الاجيال معاكم باش انتوما توليوا كيما احنا فهمتوا تربيوا اجيال اخرين واولادكم كذا واخواتكم ولادكم توليوا اللهم صل على النبي وربي يكمل عليكم بالخير والتوفيق طلب لكم توفيق من الله السلام عليكم السلام ورحمه الله السلامه مرحبا بكم بين من يرى الاسوام مناسبه في سوق حمام سوسه وبين يراها غاليه شويه بالنسبه لك انت كيفاش؟ والله يا اختي الاسوام فما وفما معناها انت ونوعية الحوت انت نوعية الحوت الحوت معناها فما حوت معناها تبدل مش نورمال كيما كلب البحر فهمني معناها ولا ب 20,000 الخروص اللي كان اعلى درجه ولا ارخص من الكلب البحر هذا ما فهمناش علاش هذا فهمتي القرنيط الشوباي معناها ما شيء معناها اغلى من العلوش قريب يولي بالنسبه للحوت الازرق هذا ما عادي معناها فهمت وبصفه عامه نحكيو على اسوام الخضره والغله تو مش باش نقول لك سوس تو بالنسبه في السيزون تو معناها عادي معناها فهمني الفلفل تقريب دينار عادي ماهوش فما الشط في فماش مرشي حمام سوسه كيفاش تراه؟ مرشي حمام سوسه كيفاش تراه؟ انا نقول لك فما مرشيات اقل من حمام سوسه
فما مارشيات سيرتو المارشي كرو سيرتو المارشي كرو معناها ناس فما الاحتكار وفما عجبكش وفما فهمت. اما بالنسبه لهذا فهمت عادي معناها فهمتني. او قلت لك انا نوعيه الحوت نتاع نتاع الطبقه فهمتني عادي معناها تو 3000 السردينه والسكمري 8000 معناها عادي فهمت. شكرا عايشك بارك الله بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ما رايك في الاسوان في مرشي حمام سوسه؟ الاسوان ما نكذبش عليك مش فما الغالي فما الرخيص. هي الحاجه الغاليه اللي شدت انتباه تو مثلا كيما نقولوا احنا في الاسماك في الحوت هنايا وبعد ساعات تلقى زاده في الخضره وبعد ساعات تلقى الاسوام في متناول الجميع. يعني كل نهار ونهار كل نهار ونهار نهار يقطع السوق ونهار يقبض. تقريبا الفتره هذه كيفاش تحكم عليها انت كصاحب عائله وكل نهار في يدك معناها مصروفه وشفناك تقضي كيفاش تحكم على الاسوام؟ الاسوام حرش يعني اش معناها حرش يعني غاليين يعني تو كما قلت لك حتى بالله مش تلقاه مرخوف قبل قبل وتوا توا فهمتني كيفاش يعني الدنيا ما ماهيش مريله الاسوام ديما طالعه هابطه وبالله ما شابت باقي احنا ناس زواولا نخدموا وناخذوا شهريه بقينا ما نكذبش عليك غالي علينا بصفه عامه. شكرا عايشك بارك الله. ما عنديش حتى مزية عيش بي بارك الله فيك. شكرا عليكم. السلام عليكم. السلام مرحبا بكم. الاسوام تاع الحوت عندك اليوم في مرشي حمام سوسة؟ والله الاسوام في المتناول اليوم واسوام باهية معقولة. اعطيني قداش كل حاجة عندك؟ 8000 نبيعوا فيه ب 6000 2000 مع التلتالي اقل من راس ماله 500 فرنك ولا بدينار. البوكا بدينار شكون ياكل البوكا بدينار شكون ب 6000 فهمت؟ معناتها اسوام مقبولة غير المواطن ما في حالوش راك تعرف ظروف هذه عالمية مش معناتها محلية برك كورونا هلكت الدنيا كله المواطن واقف 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 تو واقف بالضبط معناتها يلزم الواحد يسيس روحه ويجيب شوية حوت على قد معناتها على قد يدين المواطن برك كاش ما يتعداش فيه خاطر الحوت نهار طايح وعشرة فوق القيمة معناتها علي مسكين المواطن قعد ما بين الحم والحوت يجري معناها ترسلوا يلوج على شويه خضره شويه هو نهار لوطه نهار كيما اليوم معناتها فما الحوت كانت نو معناتها طول طيب تعرفش غادي يرجع تيك يرجع النو يرجع حوت غالي المواطن يقف اليوم شق هذيك نتاع اربع ايام الدنيا سخونه طول الحوت حتى كي تحطوا في الجدار ما عادش الكاليتي كيما هي فهمت كيفاش تقعدش معناتها المواطن هذا كل يوم نهار نهار اليوم يا اخو يلقى رخيص ياخذ غود الشرق الغالي ما ياخذ ما يقعدش ياخذ بزايد معناتها وبطبيعته يمشي على الطاقه نتاعو على النسبه نتاعو المعينه قداش من الدخل نتاعو الميزانيه نتاعو فهمت معناتها اشكاليه كبيره برشا محدوده الدخل المواطن محدود تو محدود على الاخر زاد على الاخر على الاخر فهمت. شكرا عايشك بارك الله. عايشك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نسمع فيك تقول المواطن فالس علاش؟ مش فلوس وين الفلوس؟ ناس تدور في السوق جهامة على الأرض مرأة تعبتك بعشرة آلاف ما تلقى ما تشي لا تشي خضرة لا تشي سمك لا تشي لحم لا تشي حتى شيء ناس الوقت الحاضر اللهم صل على النبي ناس فالسة وين الفلوس وين الاقتصاد ما فما شيء عندكش حاجة أخرى هي 10000 تو ما عادش تقضي 10 و20 و30 ما عادش يقضيوا اللي يهبط ب 50000 اللي عنده 50 دينار توا يهبط المرشي يروح فرنك لا وما يكملش القضية شو تحب المواطن يعمل؟ يمشي يسرق؟ المواطن خلوه يمشي على الكريك على الضحضاح ما عادش عنده خلينا نعرفوا الأسباب توا المواطن يقول لك أني نشكي ونبكي معناها من غلاء المعيشة أيضا التاجر يقول لك فما وسطاء فما ناس متدخلين راني يعني نشتري هالغلة وتفسد لي فما ناس ما عرفتش الإشكالية منين بالنسبة للوسطاء تدخل المرشي راهو الفلاح ما يحكم في شيء الوسيط هو اللي يحكم في السوق الوسيط هو اللي يحكم في السوق أو في السمك أو في الغلة والخضر معناها هي ب 50 يقول لك الهبات خاطر توا تعطيك حاجة يقول لك شفت المرشي دوكرو مرشي دوكرو ما عادش فيها فلاح اليوم كل تجار التاجر يقول لك بيع لي هذه ب 1000
الهبات ما عنده ما يعمل، لأن هو مربوط بالقشير، القشير يقولوا بلف، التاجر التفصيل مش يدور على السوق كامل، الخامة كل تجار معناها باش يشري الوكيل معناها مضروب على يديه، باش يلقى هذا كبل وهذا كبل وهذا كبل وهذا كبل، مجبور باش يشري، يا ما يشري يا ما يروح قفته فارغة، لأن ما ثماش كنترول في المارشيدو جرو. فهمت؟ يجيب كيمشي الفلاح يجيب كيلو طماطم 200 فرنك يبيعها ب 1500 كان ساعدك، هذا هو الموجود تو. وبعدين لما تمشي تواصل الازمه هذه معناها يقعد المواطن التونسي قفته مظروف فيها ما قدرش على الخضره والغله، ما وصلناش للحوت واللحم، تقريبا اسعار اللحم تعرف قديش كيلو نتاع اللحم، وتعرف الحوت هكا تراكم نهار وكيفاش، حتى السردينه ساعات يتشكى من اسوامها توصل 5 و6 و7. وصلت السردينه ب 8 دينارات يعني. بالنسبه للسمك واللحم، شوف اللحم يمشي للسواق تلقى العلوش بغير فلوس، هنا كيلو العلوش ب 30 يوصل في العيد ب 32 دينار. توا حاليا كيلو العلوش ب 27 و28. فهمتني؟ شكون باش يجيو لك؟ الناس تعرف الناس تدور جامع، اللحم برا طلع على الزنزانة تلقاهم كل فارغين. الناس كانش اللي عنده فسراه يمشي. اليوم الدنيا واقفة، هي لو كان جات الوتلة محلولة راهي خلات وجلات. هي جاب ربي توا ما ثماش سياحة، لو جات ثم سياحة بالله الذي لا لا ولا تشوف فيه كل راهو تريبل. اما توا تشوف فيه توا تسمى جنه، لان ما ثماش سياحه، لو كنت تحل السياحه هي باش تحل 27 سياحه، توا تشوف السوق كيفاش وزيد النار تشعل. شوف الشيء مربوط في الكونتر. شوف العباد ما عادش عندها فلوس، تحط في الواقع. شو الحلول؟ توا نحن الوضع شخصناه، نعرفوا اللي العباد ما عندهاش، واللي تسالوا ديما يقول لك نار ولا سويم غالي، والشهار اللي عنده شهريه تلقى يخدم هو والمدام ماهوش قادر باش يشري قف يملا قفة صغيراته، اي الحل شنو هو؟ شنو هو الحل؟ المقاطعه شنو يعمل؟ يتفرج عند الدوله. الحل عند الدوله، لان الرقابه وقت اللي تهبط للمرشيد كرو قداش هذه؟ هذه بلفه، كيفاش بلفه؟ كيفاش؟ حاب نعرف. المواطن مش يجيب، المراقبة هي اللي تعدل السوق، والدولة تجي تعدل السوق. الدولة السلعة هذه ما ثماش قبل، احنا وقت اللي كنا قبل مش نقولوا في العهد البيت، العهد البيت فهمتني، ولكن هو عهد الحلاوات فهمتني، معناها قبل كان وقت اللي هذه تطلع الدولة تعدلها. اليوم الناس كل كيلو هذه يحط فيه مكتوب، الناس كل اللي تشوف فيها ما مش رافقين بالمواطن ولا بالزوال. شوف نعطيك حاجه قول لك، توا طبقتين، توا طبقه في السماء وطبقه في الوطا، قبل كانت ثلاثة طبقات، كانت الطبقه المتوسطه عايشه في خير ونعمه، اليوم الطبقه المتوسطه تحت مسحت ضربه واحده تفقرت ما ثماش. اليوم امشي عيشي انت للمواطن، جي ياخذ شهريه 180 دينار ولا 250 ولا 300 دينار روتريت، شنو باش تعمل له؟ وتلقاه كاري، تلقاه عنده 5 ولا 6 صغار، شنو باش تعمل له؟ ما عنده تعمل له شيء. اليوم الدنيا واقفه كما ربي يحرك اسبابها، والدوله ترفق بالمواطن نتاعها، والدوله تقف. هالتعديل هذا من مشى، التعديل يقف من الدوله. الدوله هي اللي تعدل السوق، وهي اللي تعدل كل شيء، بالنسبه للحوت، بالنسبه للخضر، بالنسبه للحم، بالنسبه لكل شيء. نحن نحكي على المواطن اللي هو الحلقة الأضعف تقريبا في سلسلة الاستهلاك في تونس. المواطن هو الحلقة الأضعف في سلسلة الاستهلاك في تونس، هو المتضرر نمر واحد. علاش ما ثمش حلول؟ توا الوضع شخصناه، ديما المواطن ديما يشكي، ديما المعيشة غالية، ديما ما عادش يقدر. مربوط في الكنترول، الرقابة. توا الحاجة كما نقولوا تتباع في المارشيد جرو، نقولوا احنا بدينار اكزومبل، فهمتني؟ عنده بورسنتاج عليها. كما نقولوا البرة يلزمها تتباع، هو يشريها بدينار من المارشيد كرو، ماشي يبيعها كما قالوا بدينار و200. لا، هنا النصابة هذوما اللي البرة في الشوارع ما يبيعهاش بدينار و200، يبيعها ب 18 100. لو كان جا فما كونترول تركح الدنيا كل تركح، سوى في الحوت، سوى في اللحم، سوى في الخضرة، سوى في الغلة، في كل شيء. الشيء ترى للرقابة هو اللي غايب، الرقابة ودور الدولة في الرقابة. اي نعم، الرقابة هي اللي غايبة، لو كان جات فما رقابة كل شيء يتعدل وكل شيء يمشي مريقل.
رقابه على مستوى الاسعار وجوده المنتوجات ليه مثلا ما نعملوش عليها رقابه تقريبا؟ راهو فما منتوجات سامحني مش صالحه للاستهلاك بين قوسين، بالخاص فيك الاسواق الداخليه في المناطق. سامحني امشي نجيك. لو كان جات فما رقابه هاك السلعه عندنا كي ما تتنحى. مش ذات جودة، نحكيو على مش ذات مواصفات جملة باش الإنسان يستهلكها، حتى الحيوان ما يستهلكهاش، لكنها تدخل الأسواق ويقبل عليها الزوال ويشريها، قال شنو قال ناقصة شوية ولا مرفقة، لكن هذيك نوع من السموم تقريبا. لكن علاش يقبل عليها الشاري باش يشريها؟ على خاطر يشوف في أسوام كاسحة أكثر من القيمة. لو كان جاتك السلعة الباهية هذيك يعني معدلة الأسوام تاعها، لك اليوم ما يستحقش باش يشري السلعة العافنة هذيك. الأغلبين نخص الأسماك تقريبا، نوعية من الأسماك المفروض ما تدخلش الأسواق التفصيل لكنها تدخل. أي بالضبط. أي شكرا، عايشك بارك الله. عايشك بارك الله فيك. الرقابة ولا تقتل جير الرقابة للمرشيات، الرقابة ولات مفضوحة. شفت هنا الأسوام هنا 50% زيادة، ونقول على مسؤوليتي تفهم فيا، الرقابة وقت الجير تفضح روحها. نحب الرقابة تجي وحدها، ما تجيش معها عون، تجي وحدها وتدخل وحدها على غفلة، مش يجيب مع يقتل يجيب معها عون ولا الزعوان باش يفيقوا بها. اسمع التليفونات تلعب وهنا واحد ما عاد هذا كل ما عادش يمشي. تتبدل الأسواق على البلاصة. يلزم الرقابة تجي وحدها ما غير أمن. الأمن يقعد بعيد ما يدخلش معها. الرقابة هو اللي هالكده. غياب الرقابة هو اللي مشى على النار، هو اللي مشيت الأسوام. شكرا، عايشك بارك الله. عايش بارك الله فيك ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلب 800، البحيرة 900، الطماطم 700، الفلفل 940، البطاطا 940، القراع 900. الجلم تاع هذا. بصفة عامة الأسوام في استقرارة. مش معناتها بصفة تطلع تهبط ما. البورصة. تطلع تهبط ما. مثلا نشريها انا بسوق 800 900 700 صلصان بها ب 600 خاطر ما نلقاش كل البيع. والمواطن اش يعمل؟ يتفرج يشري مش ما يشريش، ايش علاقة جرمه؟ ما يجريش ما نقولوا احنا مثلا، وفما الناس تشري ولا ما تلوش عادي، ما فما الناس حتى جي يعطيك قرنين فلفل هاتك بطاطا راس بطاطا ما عندهم ما فماش فلوس. عندك سنوات تقريبا في المهنة؟ تلتي عندي تقريبا 8 سنين نخدم. بعد 8 سنين كيفاش تقييمك الوضع؟ ترى كل عام فما تحسن ولا ترى الوضع؟ فماش تحسن بالكل ولا ملتا فيه تحسن. تلتي شفيها 400,000 والنصب هذي هونك تشوف فيها تقعد نهارين باش نجم بيها يمني باش نصور ترفل. والمواطن يتعدى يغزر والله سنس يتعشى ويغتر، فما القليل اللي يشري يلوج على أرخص ما خوه أرخص. مثلا البطاطا 940 القانون تاعها، هو يقول لك لا ناخذ 700 800، ياخذ هكا شوي ياخذ كل شيء. لكن الجودة نتاع 700 800 جودتها مش باهية، لكن يضطر باش يشريها. يشري صدقني يشريها ما يلوش. الطماطم تلقاها اللي مضروبة كل شيء، وياخذ طماطم يضروبها ما ياخذش الطماطم الفريشكا الفري. شكون ياخذها؟ ياخذها كان ولدنا الناطي ولد لبس عليه، اما بس من الاخرين ولا ما ياخذهاش، ياخذ لك المغفصه وياخذ كل شيء باش ينجم يعد باش ينجم حياته الاجتماعيه. وقداش من المواطنين يجيني يقول لي اختي راهو حرام عليك، محرم اذا كانت تفوت الجرمه نتاعك، عندك ميزانيه تمشي بها وتزيد لا 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 تتحاسب نهار اخر. هذيك اش قلت لهم؟ قلت لهم تمشي معاهم بطريقه، تمشي مش بطريقه كانوا يضروا روحهم. ساعات نسمح الروح باش نسال السؤال هذايا، تو اذا كان المواطن حاير في حق الخضره، فما بالك بالحوت والحم واللي عنده صغيرات وصغيرات يشتهيو، شنو يعمل؟ مشكل وحده، هكذا تتحمل مسؤوليته الحوات والديوان، خاطر علاش الكيتونسات وقت اللي ياخذ الكيتونسات السلسلة تلقاه السعر السلسلة تلقاه مسيب، هما ياخذوا الحوت يحبوا على كيفهم، ماهيش مربوطة. تو هنا السوم تاع في حمص صوصه السوم، تمشي للمستير تلقى السوم، تمشي للكودة تلقى السوم، تمشي للقلعة تلقى السوم، ماهيش مربوطة. خاطر علاش يلزم كنترول نتاعها باش يعدلها ويقول لها باش الناس تمشي مقرب لبعضها، علاش هكا؟ الحمى كي زاد كيف كيف. ها كيف كيف. تو هنا في عام سوسه ب 26
تمشي تدور تركودة تلقاها ب 22 23 لقيناه ب 28 حتى في حمام سوسة فما ب 28 فما شكون يبيع فيه ب 28 طاح 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 توا أغلى العم في العلوس 26 بقري ما نعرفش 26 28 فما بهذا شو اسمه لا مش عكودة في حمام سوسة لهنا ب 23 ألف يبيعوا فيه العم فما في سوق السبت ب 23 و 800 وحتى الواحد اللي بتاع الميزان تو نقولوا احنا وقت اللي يبدا يوزن في الميزان يوزنوا تو شوف الطريفه نتاعهم محطوطه كي يجي يشوف الطريفه مش نفس الطريفه راهي تتمشى علاش فما يقول والله اعلم ما نحطش في رقبتي يقول والله اعلم يحط لك سوم طريفه 22 23 وقنا في الميزان ما يحطوش الطريفه الساعه الله اعلم تقولوا هكا الله اعلم فما تجي تشري تلقى روحك شريت بالتعريفه الموجوده تقريبا فهمت الوقت اللي كيجي يشري ماشي الطريفه الصحيحه ماشي الطريفه بالغلط والله فما اللي نسي نقول احنا الطريفه كي عاديه الطريفه يحط في الطريفه الطريفه ما يزيدش وفي القلعه الكبيره في كنت الطريفه الطريفه يلزم الانسان يعمل مراقبه باش تشوفوا الناس هذاك كيفاش تمشي الوضع الرقابي كيفاش ترى تقريبا مصالح الصحه مصالح النظافه مصالح وزاره التجاره تقريبا الناس تقول لي اكيد يكون من عدم الدور الرقابي في الاسواق هذه الموجوده كما مراقبه لازم المراقبه فماش ما فماش لازم تكون مراقبه طول طول دور طول اما اذا كان مش تقول ما فماش مراقبه الناس كل عايشه في هاوي كل كبير كل صغير كل واحد كلهم ضايعين وهكا الناس ما تعيش شنا تو الواحد شهريته 300 400 500 الف وما عندوش ما منين مدخوله منين مش يجي 500 مش تكفيه لا تكفيه لا في الماء ولا في الضوء ولا في حياته المعيشه نتاعه في بدنه حتى في لبسه ما يلقاش باش يشرب حتى في ماكلته وشرابه مع صغاره تلقى فما بعض الناس نعرفهم الكريم كريم مش يجيبه واحد كريم 300 والاخر كريم 250 والاخر كريم 400 منين مش يجي يجب ياخذوا موقف الحكايه هذه باش الناس الناس يعيش الموت احنا في المجتمع تاعنا تو نقولوا احنا بالشهر هذوم طاح الاقتصاد اي لازم نتحركوا شويه نخدموا الناس بعضنا باش الناس نعيشوا ما نزيدش نبركوها يعني فهم قادر الناس قادر تبرك في 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 بعضها مش قادر نقولوا لنا تعاون قادر تزيد تدمرها هي مدمره ويزيد الاخرين يدمروها علاه؟ خاطر فما ناس ما فماش وعي للشعب باش يفيق على روحه من جميع النواحي سادة مش والله يقدر خير شكرا عايشك بارك الله فيك السلام عليكم السلام على السلامة سويم صفة عامة في مرشي حمام سوسة والله معقولة يعني ديما نجي نقضي من هنا معنا مرشي حمام سوسة جيني أحسن واحد فيهم معقولة متناولة متناولة ليس سافا الخضرة والكل نقاها رخيصة لنا شكرا عايشك بارك عايشك عايشك السلام عليكم. السلام على السلامة. شنو رايك في الأسوان في مرشي حمام سوسة؟ والله اللي دخلت طول الحقيقة ما عنديش، ما الحسن في سوم معقول معناتها فلفل 900 وبطاطا تشوفها 900 سوم معقولة وين على قبل وين على بصراحة. المواطن اللي يلقى أقل من دينار تظهر له معقولة. معقولة لا معقولة. دي الخضرة واللحم والحوت ما تراه في الأسوان معقولة؟ اللحم ديما غالي شوية بصراحة، مش لا غالي اللحم، باقي لأن توا صيف وكل شيء أغلبية تشوف الحوت ما شاء الله ولي الواحد يدور الحوت خير من اللحم. لانه الحوت حتى الحوت ترى لا وجه ارفق حوت تقريبا اللحم ماهوش مش غالي مش رخيص صراحه باقي غالي شو 28 و 30 باقي غالي شو الفرق بين قبل وبين تو فهمت ولا تو معناها تكون سيزون تاع الصيف والحوت هاك تشوف فيه يعني حتى الحوت يكثر الحوت يطيح حتى على الاسواق تاع اللحم هو شيء الدجاج الدجاج شفته ب 3000 معناها غالي شيء ما صراحه مش الزوالي أحليله مسكين رب عنده ربي والله عنده ربي متفاهمين فيه الله غلط الله غلط الله غلط وربي يجريها ورغم اللي طول شيء كل شيء موجود طول كل شيء موجود لكن الأسواق غلط خاصة في حمام سوسة بصراحة الأسواق ما هو عنده مطل حمامية ويقول لك بيع في حمام سوسة وما تشريش منها لأن أسواقها مرتفعة معناها عايش ترى خاطر حكم الناس اللي فيها و شويه حركه في التوريزم كلهم يتكاولوا المشي ورغم اللي ما فهم قلت لها مسكره وكل شيء معناها ياسر ياسر الاسوام هنا غالي فيها امشي لسوسه تو ما تلقاش الاسوام هذه ما تلقاش الاسوام تلقاها ديما تلقى اغلى لا
مشيتو سوسو توما ولا انا هو المرشي اللي مشيتو خاطر فهم مرشي باب جديد كيف تاع ناس امشيو المرشي العراوه تقول انت وشوف الاسوام كيف شوف شي الزوالي معنا هكا مرشي الزوالي هكا شوفوا شوف ربي فما مرشي العراوه معنا الناس تولي تهرب له ساعات شي مرشي هكا ما تلقاش هكا اللي تزيش فما الجوده زاده تحكم راهو انت زاده ما تجمش تشري حاجه ذات جوده منخفضه وتقول لي خاطر السوق نقول لك انا شفت الاسوام حتى في الفلفل مثلا هو نفس الفلفل تلقاه ب 11 وب 12 غادي جاي وهذا في 900 فرنك يشري ب 400 يبيع ب 800 بالله كيفاش على خاطرش انا ما فماش مراقبه وما فماش بلديه بالكل انت اللي فما معناها غش فما غش وما فماش بلديه ماشي 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 لاهيه بالكل البلديه بلديه نتاعنا سايبه الكل في الكل ولا فما شكون لاهي فما شكون يراقب ودنا شفتها يقدم 20 سنتي يخلي حد يدخل كل شنو هذا؟ ايه الاسوام تاع حوته توا شنو تقول لي لا 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 ما فماش دخل من كرزوم ما تقول بتراجع بعد نص النهار كل شيء يجي في العشيس لا غلط لا لا غلط لا غلط اما الخضره قولوا مديك دونسيت الحوته مديك دونسيت نتاعو شو معناه معناه يبيعوا بسومو بالزيت كل شيء بالزيت في مرتي هذا بلديا ما فماش قهوه ما فماش مسؤولين الوساخ مشاكلنا وكل شيء مشاكلنا كل شيء فين الرقابه فين البلديه؟ ما رقابه لا فما مدير ولا فما حد شيء شيء ما فما السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. مرحبا بكم في مرشينا، مرشي حمام سوسة. شنو تحب؟ يعني الناس اللي على الأسوام تقريبا، والمواطنين ديما المواطن تقول له سومك الحاجة ولا الأسوام بصفة عامة تلقاه يتشكى بالحق. هو يتشكى وأوبليجي باش يشري، فهمت؟ وكل واحد يبيع على زي راسه كما نقولوها. فماش تلقاش كل واحد وهكا يطيحوا في بعضهم، يكسروا في السوم احنا نقولوا في على بعضهم. ما شنو باش نقول لك يا اخي والله المستعان وكهو السويم تاع اللحم ولا والحوت تقريبا ما طاحتش توصل السردينه ب 8000 فرنك توصل كيلو السردينه يعني كيفه كي مثلا التريلا طلعت كل شيء ما قيناش ما فماش عنده صغيرات كيفاش يصنف ويطيب والله ايش باش تعمل اني يعني واحده من الناس ولادي يحبوا ماكله هالشباتي وهالفريكاسي والكل انا ساعات نشري لهم شويه سكالوب هكا نزرف لهم نقول لازم باش ياكلوا طريف الحم ولا هذا الحوت ما ياكلوهليش ربي المعين الغله زاد نتعداو نتفرجوا عليها وكهو اي العظيم والله تتعدى وتتفرج عليها وكهو انا كان بالسيف تاخذ شي كعيبه تلقاها مرفق المرفق ديما تلوج ما ارخص ديما ما تلقى ما ارخص ولا لا فما لا مراقبة لا حتى شيء البلدية ولا وقتاش باش يجيو باش يشوفوا فماش مناسبة باش يوليو يظهروا في الصورة يتحطوا في الصورة ولا يراقبوا ودرا شنو والكل بارسا ما عايشك شكرا بارك الله فيك ما غير مزيان